السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا نعمل أحلى بتنجان مخلل مسلوق تحفة تحفة. غسلناه كويس جدا جدا، أهو غسلناه حلو قوي قوي، وخليناه وهنشقه شقة صغيرة كده وهنسلقه. هنعمل أحلى بتنجان مسلوق روعة روعة. وحطينا مية على البوتاجاز، حطينا فيها نص معلقه كمون، حطينا فيها نص معلقه اللهم صل على النبي، نص معلقه ملح، واحنا سلقناه وشققناه يعني دوت ادينا له شقه صغيره كده. وهنحطه بالقمع عشان تبقى بيضه زي البفته، لما انت تحطيه بالقمع كده تبقى بيضه زي البفته. فدلوقتي هنشوف هنعمله ازاي، طريقه سهله وجميله جدا جدا والاحلى والاروع. نسلق احلى شويه باذنجان اهو تحفه تحفه اهو. هنسلقه ولما يستلق برضو حاطين له ايه معلقه ملح صغيره ومعلقه كمون، يعني عشان ايه يعني يبقى جميل كده. الكمون علشان ايه يبقى ريحته كله كمون. وما نيجي بقى نعمل الدقه ان شاء الله، هجيبنا بنجرايه زنطته اهي كانت في الفريزر بالشكل ده، وهنخلي الاحلى بتنجان تحفه تحفه تحفه. هنشوف هنعمله ازاي مع بعض، ولا احلى ولا اروع. هنسيبه بقى يستوي واول ما يغلي هوريه لكم، ولا اجمل من كده. تحفه تحفه تحفه. القمع يا جماعه عشان تبقى بيضه كده وتبقى كلها زي القشطه عشان البتنجانه ما تسودش. روعه روعه روعه. هنغطيه بالشكل ده وهنسيبه لما يستوي. هنبص عليه بالشكل ده ما شاء الله، اهو دخل في بيغلي اهو، دخل في السوى اهو. وأول ما يستوي هنشيله، قرب يستوي اهو، أول ما يستوي هنشيله ونصفيه ونحطه في ال نصفيه ونشوف هنعمله ازاي. روعة روعة روعة. من غير بقى لا زيت ولا اي حاجة، ما يتعبش المعدة، يبقى مريح كده تاكلي منه ما تشبعيش. هو السلق بالشكل ده اهو، نغرس كده ما شاء الله استوى. هنطلعه بقى، هنطلعه وهنحط شويه ميه على البنجر من اهو بتاع التخليل اهو، ميه البنجر. هنحط من ميه البتنجان عليه كده اهو، وهنعمل احلى بتنجان مخلل. دلوقتي هنشيله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وسلقنا البتنجان بالشكل ده ولا احلى ولا اروع، وبرد بقى وهنخلله مع بعض. الدقة بتاعته اهي، المية بتاعت البتنجان حطينا شوية هنا على البنجراية ولا احلى ولا اروع. والحاجة اهي ليمونتين، معلقة كمون اهي، معلقة كمون، حتة تومة على قد زي ما انت عايزاها، كبيرة صغيرة براحتك، معلقة هريسة كبيرة، معلقة ملح مش كبيرة يعني تكون معلقة شاي على يعني زي ما انت عايزاه بحدوقيته. هتحطي كل المكونات دي اهو بالشكل ده اهو. هنعصر الليمون بالشكل ده اهو ان شاء الله. طبعا الليمون ده بيبقى في الفريزر ما شاء الله عليه، برضو يعني اي حاجة بتبقى في البيت جميلة اهو. ليمون على ليمون اهو ما شاء الله اهو، ولا احلى ولا اروع. شويه باذنجان تحفه اهو. يبقى زي ما قلنا معلقه كمون صغيره، معلقه ثوم وسط برضو او صغيره، معلقه هريسه، معلقه ملح صغيره برضو عشان ما تبقوش حادق قوي، معلقه خل اهو، بس كفايه كده.
هناخد شوية، هناخد شوية من البنجر اهو بس كده، وضيف في الاخر. شوف هنعمل فيها ايه مع بعض، ولا احلى طريقة جميلة جميلة اهي. هندوب كله كله كده بالشكل ده، حاجة جميلة جميلة، دقة تحفة تحفة. ودلوقتي هنمسك بسم الله الرحمن الرحيم البتنجان اهو، معلش وقعت. هنفتحه بالشكل ده اهو، بالشكل ده، وهنحط له الدقة اهي. هو طبعا مستوي، بس مش مستوية لدرجة ان انت تهريه اهو، ولا احلى ولا اروع، حاجة كده تحفة تحفة اهو. وادي البتنجانة التانية، ممكن بتفتحها بالمعلقة، بتفتحها بايديكي براحتك اهو، بالشكل ده مستوي وجميل جدا. ناخد شوية من الدقة اهو بالشكل ده، ونحطها جنبها، وهنخلي الباذنجان بالشكل ده، وهنحط التانية اهي، مستوي وجميل جدا جدا. تاكليه بقى مع فول، تاكليه بقى مع ارنبيط، تاكليه مع اي حاجة، بجد تحفة 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 اهو. مستوي ولا احلى ولا اروع بالشكل ده اهو. هنجيب الدقة اهو بالشكل ده، طبعا هي مش حادقة، جميلة حقيقة. وهنكمل ان شاء الله، خلص بالشكل ده ولا احلى ولا اروع. هنجيب بقى الدقة، وهنحط لها شوية من البنجر اهو اهو، جميل جميل جميل. نقلبه ونحطه على البتنجان، ولا احلى ولا اروع من كده. طبعا لونه بيختلف تمام، حاجة تحفة تحفة تحفة، يبقى موف كده في ثواني ما شاء الله، ولا احلى ولا اروع بتنجان، وحياءه تحفة تحفة تحفة. تحفة تحفة تحفة، ولا احلى ولا اروع من كده. بتسقيه كله كده، روعة روعة روعة، احلى بتنجان مسلوق مخلل، وتحطيه في التلاجة وتطلعي منه زي ما انت عايزة. والدقة بتاعته رهيبة تحفة. شكراً.